وللمزيد في هذا الشأن معنا عبر الهاتف من غزة الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطلة. أهلا بك سيد أكرم. وبداية، كيف توصف أيضا هذا اليوم والذي يأمل فيه الفلسطينيون خلال هذه المسيرات؟ أهلا بكم جميع السيدات والسادة المشاهدين. هذه هي الجمعة الأخيرة ما قبل 14 من أيار، يعني ما بين أن تبلغ هذه المسيرات ذروتها أو يوم الجهل الكبير الذي يعني يعتبر فلسطينيا. كل ما سبق هو عبارة عن بروفات، مقدمات للوصول لهذا اليوم. اليوم يتواجد الفلسطينيون، الآن موعد إقامة صلوات، الآن يكون صلوات الجمعة على الحدود، ثم بعد ذلك سيبدأ تواخد المواطنين الفلسطينيون هناك لي يعني معرفة ما الذي سيحدث بعد غدا، اختيار الأماكن. أعتقد أنه خلال الأسابيع الماضية الفلسطينيون صحيح يتواجدون، لكن منظمين مسيرات بالتأكيد اختاروا الأماكن التي سيقتحمون منها كما يقولون، شاهدوا، طوروا تجربتهم، شاهدوا نقاط الضعف وقفوا عليها، ونقاط القوة، نقاط الضعف لإسرائيل ونقاط القوة، بضمنها ما اخترعوا من طائرات الورقية والتي علقت عليها الصحف الإسرائيلية هذا اليوم أنه إسرائيل تضخ المليارات في سبيل أمنها، والفلسطينيون يحرقون لهم المزارع بقرش ونصف، يعني طائرة ورقية ثمنها قرش ونصف، يعني أحدثت ما أحدثته من هذه الحرائق وهذا الخراب في إسرائيل. وبالتالي هذه التجربة تطورت أتباع لم يكن أي فلسطيني يفكر بها قبل المسيرات. وبالتالي أنا أظن أنه إسرائيل وضعت ثقلها في مناطق محددة، وضعت نقاط منذ أن حدد الفلسطينيون 5 نقاط بمقابل الحدود، وضعت إسرائيل حفرات، وضعت سواتر ترابية، وضعت القناصة، وضعت اللوجست في هذه المناطق. الآن يوم الاثنين، وبعد ذلك بدأ الفلسطينيون يجربون إذا لاحظوا خارج هذه المناطق التي وضعت إسرائيل فيها كل التحصينات، نجحوا في إحداث اختراقات. دخل أكثر من فلسطيني خص السلك لأنه إسرائيل صعب أن تنشر على امتداد 65 كيلو طول دشم وتجريفات وغيره. وبالتالي ربما هذا اليوم يعيدون اكتشاف، يرتبون، يضعون اللمسات الأخيرة، المفاجآت التي سيحدثونها. ماذا سيحدث بعد غدا لا أحد يعلم، لكن هناك قدر من الحماسة لدى الفلسطينيين، هناك قدر من الرغبة، هناك قدر من الاستعداد، هناك حالة تحشيد وتحضير. كيف تتعامل إسرائيل؟ عادة تشتد بعد صلاة الظهر، يعني المواطنون يصلون في المخيمات والقرى والمدن، وبعد ذلك ربما يعني يأخذون وجبتهم في بيوتهم، ثم ينطلقون إلى حيث المواجهات الحدودية والمسيرات والاعتصامات بعد يعني أن تنتهي الصلاة. فنعرف طبيعة هذا اليوم، هل تستخدم إسرائيل يوم قوة مفرطة ترويدا لبعد يعني اليوم الاثنين القادم؟ ماذا سيحدث اليوم؟ ربما سيحدث طبيعة، سيضعنا في صورة صورة أولية على الأقل، دعنا نقول صورة أولية لما سيحدث، يعني هذه البروفة النهائية ما قبل الاقتحام الكبير. لكن أيضا في هذه الجزئية تحديدا، هذه المسيرات أيضا تهدف إلى التحضير لمسيرة العودة الكبرى للفلسطينيين، ستظل أجواء أيضا وتصعيد أمريكي متمثل في أيضا نقل السفارة الأمريكية. هل تعتقد أن هذا الضغط الشعبي قد يفضي إلى تغير في المسار السياسي الدولي؟ يعني واضح أنه نحن أمام مسار دولي يتحرك بصعوبة. واضح أنه طغيان الأمريكي خلال مجيء الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية التي تتصرف، لا أبالغ إذا قلت تتصرف بتهور شديد تجاه الملفات، واضح أن دول العالم لا تريد أن تصطدم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا لكان الوضع مختلفا. وإسرائيل بكل الأساس لديها بوليس التأمين الأمريكية، يعني ببساطة هكذا نقول، بوليس التأمين ليس فقط من
الفلسطيني والعرب، بل ايضا من دول اوروبا. وان كان هناك تصريحات لوزير الخارجيه الروسي يقول فيها ان موضوع القدس اوصل التسويه في اهم قضيه بالشرق الاوسط الى طريق مسدود. نعم، هذا انا ما اقصده، انه انت تاخذ من العالم مواقف نظريه، وطبعا روسيا وكثير من دول العالم صحيح انه متضامنه، صحيح انه تعلم رايها، وهذا رايها يسعد الفلسطينيين، لكن هذا الراي كم يمكن ترجمته وانطباقه على ارض الواقع، تحويله الى فعل سياسي يضغط على اسرائيل، يضغط على الولايات المتحده الامريكيه، هذا غير موجود، وهذا ربما الذي جعل الفلسطينيون يدركون انه لا خيارات امامهم الا ان يقلعوا كما يقال شوكهم بايديهم، ان يتحركوا لوحدهم دون انتظار العالم، لانه تحل علينا ذكرى 70 للنخبة. ومن 70 عاما شعر الفلسطيني انه خذل، خذل من كل العالم، لا في شيء اسمه الضمير العالمي والمؤسسات الدولية، وبالتالي هو ينتظر، ينتظر العودة وينتظر إقامة الدولة وينتظر انهاء الاحتلال. احتلال، هذا احتلال صعب بكل ممارساته وبكل قيمه وبكل منظومته اللا أخلاقية والمنافية لحقوق الإنسان والمضادة لكل ما فاه العالم في الاتفاقية الدولية. ومع ذلك كل هذا العالم تشل من الاحتلال. هذا المشهد الذي أمامنا مشهد بائس على مستوى الإنسانية الحقيقة. نظام الاحتلال مصر على أن يحكم شعب آخر ويسرق أرضه، ولا مش اعتداء على الفلسطينيين فقط، هو العالم يطالب الإسرائيليين بالانسحاب من بعد 67 بقرار 242338 باعتبارها أنها أراضي غير إسرائيلية، مش من حق إسرائيل، يجب أن تنسحب منها. والعالم نفسه هو الذي قال أن أي دولة تحتل أراضي أخرى غير أراضيها ونقلت إليها، ولكن هي ازدواجية، ولكن هي يعني في طنجرة متحكم، العالم كله شايفه هذا، ولكن هي ازدواجية المعايير دائما. لكن ما أفهم من كلام حضرتك أنه ربما هذا الضغط الشعبي لن يكون كافيا في هذه الفترة أيضا لتحريك المسار الدولي، دعنا نقول كما فهمت من كلامك. هذا صحيح، هذا صحيح. لا يعني احنا مش كثير الفلسطينيين بتابعوا يعتقدون انه هذه ستحل أزمة أزمة 7 عقود من الصراع، ولا هذه ستحقق العدالة الدولية والإنسانية. لكن الفلسطيني يقاتل بأظافره ويدرك انه هذه، لكنه أدرك على المدى البعيد بعد 7 عقود من الصراع انه عليه ان يحقق النقاط. الانتصار مش بالضربه القاضيه في هذا الموضوع بالتحديد، في موضوع الصراع مع اسرائيل بحاجه الى مراكمه نقاط مش بالضربه القاضيه. وضحت النقطه. انا بشكرك شكرا جزيلا السيد اكرم عطله الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من قطاع غزه، شكرا جزيلا لك.